حياكم الله مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. عيد بأية حال عدت يا عيد، يعز علينا مشاهدينا أن نعايد العالمين العربي والإسلامي بعيد الفطر بظل ما يعانيه أهلنا في غزة من تجويع وإبادة وتدمير. لكن في مقابل حرب الإبادة يسطر المقاومون في غزة صمودا أسطوريا على مدى الأشهر الستة عمر طوفان الأقصى. لذا نبارك للمقاومين بعيد فطر، عساه بداية نصر على الاحتلال. وعشية عيد الفطر المبارك، لا تتورع آلة القتل الإسرائيلية عن ارتكاب المجازر أحدثها في مخيم انصيرات وسط قطاع غزة، وأغلبية شهدائها هم من الأطفال. وعشية عيد الفطر المبارك كشفت مصادر قيادية في المقاومة الفلسطينية للميادين مقترح الوسطاء الذي قدم إلى حركة حماس في مفاوضات القاهرة، ومواقف حماس من بنود الاتفاق المقترح على أن يضمن الاتفاق كاملا كل من مصر وقطر والولايات المتحدة. ويتكون المقترح مشاهدينا من ثلاث مراحل، تتكون كل مرحلة من 42 يوما، ويتضمن إطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن، مقابل إطلاق سراح 900 أسير فلسطيني من بينهم 100 من الأحكام المؤبدة. وتشمل المرحلة الأولى عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع، وإدخال مساكن مؤقتة إلى الشمال تحت إشراف أممي، وصولا إلى المرحلة الثانية والتي تشمل تبادل جثث ورفات القتلى الإسرائيليين بجثامين الشهداء الفلسطينيين. مشاهدينا في هذه التغطية أرحب بداية بضيفتي من الجليل الخبيرة بالشؤون السياسية سيدة نيفين أبو رحمون. مرحبا بك سيدة نيفين. مساء الخير. ومعي هنا أيضا في الاستوديو أستاذ حسن شقير، وأنت الخبير بالشؤون السياسية. مرحبا بك أستاذ حسن. تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة. كما سيكون معنا أيضا في سياق هذه التغطية من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون. سيد إبراهيم مرحبا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا بكم. قبل أن نبدأ الحوار دعونا ننتقل إلى رفح للاطلاع يعني على آخر تطورات الميدان مع الزميل الصحفي من هناك علم الدين صباح. علم، يعني الآن كيف تدخل غزة التي تتعرض للعدوان أول أيام عيد الفطر المبارك، وآخر مستجدات الميدان لديك من رفح علم الدين؟ نعم مروان، بالطبع يعني يأتي عيد الفطر السعيد والغارات الإسرائيلية المكثفة مستمرة، لا سيما على المنطقة الوسطى والتي قصفت فيها الطائرات الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء منزلا يعود لعائلة أبو يوسف في منطقة النصيرات، حيث ارتكبت مجزرة مروعة راح ضحيتها 14 شهيدا جلهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى مشفى شهداء الأقصى. فيما أعلن أيضا المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى بأن غالبية الإصابات التي وصلت إلى المشفى هي بحالة الخطر الشديد، و الطواقم الطبية تصارع الوقت لإنقاذ من يستطيعون إنقاذه جراء هذه الغارة التي استهدفت منزلا مأهولا بالسكان في المخيم الجديد إثنان في مخيم النصيرات. فيما أيضا تواصلت الغارات الإسرائيلية على مدينة دير البلح، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية أيضا منزلا في منطقة الحكر، وانتشرت الطواقم الطبية عدد من الإصابات التي وصلت إلى مشفى شهداء الأقصى. فيما تواصلت الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة قبل قليل، سمع دوي انفجارات ضخمة وسط مدينة غزة، لم يعرف لحتى الآن يعني ماهية هذا القصف الذي تجدد على وسط مدينة غزة. فيما أيضا قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، الطواقم الطبية انتشلت شهيد طفل وعدد من الإصابات، فيما لا تزال طواقم الدفاع المدني تحاول البحث عن عدد من المفقودين تحت ركام هذا المنزل الذي دمر بشكل كامل نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت هذا المنزل بدون أي إنذار. فيما أيضا يتجدد القصف المدفعي على المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات أو للمنطقة الوسطى، منطقة أبراج الزهراء ومنطقة أيضا المغراقة، حيث يسمع دوي عدة انفجارات في هذه المناطق بشكل واضح جدا. أيضا بالأمس في رفح كان هناك غارات إسرائيلية استهدفت أراضي زراعية بالقرب ومجاورة لخيام النازحين، سواء كان في منطقة الصيامات في المناطق الشمالية لمدينة رفح أو حتى في المناطق الشرقية المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة رفح، مناطق حي
السلام فيما تواصل أيضا أطقم الدفاع المدني والطواقم الطبية انتشال عدد كبير من الشهداء من مدينة خان يونس، وصل بعضهم إلى مستشفى نجار في رفح، ووصل البعض الآخر إلى مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى. هذا على الصعيد يعني مروان الوضع الميداني، إن أن الغارات الإسرائيلية لازالت بالطبع متواصلة، وأصوات الانفجارات لازالت تسمع أيضا بشكل كبير جدا، ونحن يعني بالفعل دخلنا في أول أيام عيد الفطر السعيدة. الاحتلال ضرب بعرض الحائط جميع القيم الدينية وحتى الأخلاقية والقانونية باستمراره للمجازر، وباستمراره أيضا للقصف الإسرائيلي الوحش الذي يستهدف منازل المواطنين ومنازل المدنيين بشكل أساسي في قطاع غزة. أيضا نتحدث عن وضع إنساني كارثي مروان، في مثل هذه الأيام يكون الغزيين يعني يستعدون لعيد الفطر السعيد، يكونون يعني يشترون منهم ملابس العيد أو حتى الأكلات المحببة لهم، الشوارع تكون مكتظة بالسكان وبالمواطنين، مناطق الجندي المجهول أو حتى شارع الرشيد الآن هي مناطق مدمرة، مناطق مخيم النطيرات أو سوق النطيرات هو الآن بالفعل مدمر، مناطق مدينة خان يونس تم تدميرها عن بكرة أبيها. يعني نتحدث حتى عن حالة حزن واسعة، خصوصا مع عدم وجود حتى وقف إطلاق نار أو حتى وجود تهدئة. أيضا نتحدث بأن الغارات الإسرائيلية لازالت مستمرة، الاحتلال لا يكترث بوجود عيد فطر أو حتى شهر رمضان في الأيام السابقة، لذلك نتحدث عن يعني حالة من الحزن الكبير، وأن عيد الفطر يأتي وهناك يعني عدد من المفقودين حتى تحت ركام المنازل، هناك أيضا عائلات شطبت من السجل المدني بشكل كامل، هناك أيضا عائلات فقدت أبنائها وفقدت أمهاتها وأبائها. لذلك نتحدث عن وضع كارثي، ولكن تبقى بالطبع الآمال لدى الغزيين مرضان بأن يكون هناك وقت لإطلاق النار أو حتى تهدئة في الأيام القادمة رغم هذه الكارثية من جميع النواحي، وإلا أن بالطبع المقاومة تستبسل في تصديها للعدوان الإسرائيلي. مساء أمس كان هناك تجدد للاشتباكات في منطقة حي الشجاعية، صحيح، حيث تم عدوية بشكل مكثف ودوي أيضا انفجارات هي بالطبع ناتجة عن تصدي المقاومة الفلسطينية لتوغل الاحتلال وللعدوان الإسرائيلي المفروض على سكان قطاع غزة. لذلك هذه صورة يعني الوضع الكارثية مروان، مع استمرار الغارات الإسرائيلية واستمرار العدوان الإسرائيلي مع دخولنا أول أيام عيد الفطر. ونأمل ونحن في أول أيام عيد الفطر السعيد على نأمل الخير لغزة، أن نراها منتصرة بإذن الله، وأن نرى الحياة تعم شوارع غزة في عيد الفطر المقبل بإذن الله. هذه الأمال دائما. شكرا لك زميل الصحفي من رفح علم الدين صباح. ننتقل إلى اسطنبول للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بما قدمه الوسطاء من مقترح إلى حركة حماس في مفاوضات القاهرة، مع الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أستاذ إبراهيم المدهون. أستاذ إبراهيم، بعد التحية، يعني مصادر قيادية في المقاومة كانت قد كشفت للميادين مقترح الوسطاء الذي قدم إلى حركة حماس في مفاوضات القاهرة، هناك يعني عدة بنود، عدة مراحل، كما تابعت هذا المقترح سيد مدهون، كيف راقبته؟ ما الجديد في هذا المقترح، خاصة أنه حماس تحدثت أو رفضت بعض المسائل وتحدثت عن المصطلحات الفضفاضة عمليا؟ هو أولا تحية لك ولضيوفك، وعام كل عام وشعبنا الفلسطيني والشعب العربي بألف خير، خصوصا في ظل الهجمة وحرب الإبادة على قطاع غزة، ونتمنى من الجميع ونتمنى للجميع السلامة. بالنسبة لهذا المقترح، أنا بعتقد أننا اليوم أمام مرحلة حساسة ودقيقة. هذا مقترح صحيح أنه يحمل ملامح تراجع طفيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه غير كافي. ما زال هناك أمرين مهمين لم يأتي عليهم هذا المقترح. أولا، وضوح وقف إطلاق نار شامل ودائم أو الوصول إليه. الأمر الثاني، وضوح الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة. ما زال هذا المقترح يعطي يعني مساحة واضحة للاحتلال الإسرائيلي لبقائه وتحكمه وسيطرته وإبقاء يده العليا في ظل هزيمته وفي ظل هزيمته وفي ظل تراجعه الواضح.
ولهذا أنا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية الآن تدرس هذا المقترح وتضع عليه كثير من الملاحظات، وأي رد للمقاومة الفلسطينية سيكون أولا بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية ومع حلفائها ومع محور المقاومة، بالإضافة إلى مع القوى الإقليمية والدولية المتفهمة بحق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه. الأمر الثاني هو يجب أن يقوم على أمرين أساسيين. الأمر الأول وقف إطلاق نار مستدام وشامل قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقف العدوان بشكل كامل. الأمر الثاني هو انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. بعد ذلك أعتقد سيكون هناك إمكانية للكثير من الملفات بما فيها الوصول إلى اتفاقية تبادل الأسرى. أما الحديث بالتفصيل عن تبادل الأسرى وترك ملايين الفلسطينيين ومئات آلاف الفلسطينيين تحت رحمة ومزاج الاحتلال الإسرائيلي، أعتقد أن هذا ليس من العدل. شكرا لك على هذه المعطيات من اسطنبول، الكاتب والمحلل السياسي أستاذ إبراهيم المدهون. أبدأ معك ضيفتي أيضا من الجليل الخبيرة بالشؤون السياسية نيفين أبو رحمون، مرحبا بك من جديد سيدة نيفين. وإذا أردنا نتحدث يعني كما أسلف ضيفي من اسطنبول أن هناك تراجع طفيف وهذا له دلالة ومؤشرات يمكن أن يبنى عليها، بتقديرك اليوم إسرائيل كيف تناور في سياق رؤيتها للمفاوضات؟ المقاومة تؤكد أن إسرائيل تلعب على المصطلحات الفضفاضة، وهذا عمليا سيدة نيفين كان حاضرا في كل جولات التفاوض، عمليا مسألة المناورة ومسألة المصطلحات الفضفاضة والمراوغة الإسرائيلية في السياق. نعم، مساء الخير، كل عام والجميع بخير، لعل وعسى هذا العيد يكون فاتحة خير على أهلنا في غزة. يعني بخصوص المفاوضات، الأمر اللافت تحديدا هو تطور في فعل المفاوضات، أن الوفد الإسرائيلي هذه المرة برئاسة رئيس الموساد يحصل لأول مرة على تفويض من نتنياهو بخصوص بلورة نص اتفاق لصفقة مع حماس، يعني وهذه مفارقة أيضا في ظل تراجع الموقف الإسرائيلي يعني في مسار التفاوض. يعني من جهة التصريحات الأمريكية تقول أن الموضوع الآن هو لدى حماس، بينما الصحف الإسرائيلية تنشر ويعني تتحدث أن نتنياهو طلب من وفده عدم إظهار الموافقة وتأجيل الرد، وبالتالي التصريحات الأمريكية تشجع نتنياهو من جهة على المماطلة وعلى كسب الوقت والمزيد من المجازر. هذا يعني من جهة تصريحات نارية لبايدن، وهذه التصريحات تشكل فارقة في فعل الضغط على نتنياهو، خصوصا في مطالب بايدن حول وقف إطلاق النار كما سمعنا في الإعلام بالساعات الأخيرة. ومن جهة أخرى إسرائيل مستمرة في هذه المجازر. بالمقابل إذا تحدثنا عن المقاومة، حماس ما زالت متمسكة بموقفها الذي قدمته للوسطاء سابقا، يعني نتحدث بالأساس على استناد كل ما يتعلق بوقف إطلاق النار، يعني لا نقاش حول ذلك، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم وحرية حركة الناس، يعني وكل قضية الإغاثة أيضا. وبالتالي في نهاية الأمر طبعا تحدثوا عن صفقة تبادل أسرى جادة، ولكن يعني بالنقطة الأولى أو الاتجاه، مسار الاتجاه نتحدث عن وقف إطلاق النار. لذلك يعني أنا اطلعت على بعض التفاصيل في نص الاتفاق الذي خرج للإعلام مؤخرا، باعتقادي نعم هنالك مصطلحات تطرحها إسرائيل بشكل فضفاض، يعني وهذا ليس عبثيا، يعني هذا يكون نتاج لقرار سياسي وسلوك سياسي ويجب التوقف عندها، مثل منطقة مكتظة بالسكان أو هدوء مستدام، وليس استخدام مصطلح وقف إطلاق النار. يعني جدية الطروحات أيضا تتعلق في مدى جدية الضغط الأمريكي حول إنجاز ما يمكن إنجازه من أجل الوصول إلى سنتحدث عن الضغط الأمريكي في هذا السياق وماذا تريد واشنطن. سريعا سيدة نيفين قبل أن أنتقل لضيفي في الاستوديو، بتقديرك هذا التراجع هل يمكن أن يبنى عليه؟ هل يمكن أن نرى مقترحات أخرى أكثر قبولا لدى المقاومة؟ يعني قد يكون، باعتقادي حماس لم تتراجع يعني قيد أنملة عن أي شرط وضعته في هذا المسار، وباعتقادي في نهاية المطاف شروط المقاومة هي ستحسم مسار التفاوض. تماما سيدة نيفين. أستاذ حسن شقير الخبير بالشؤون السياسية، أرحب بك من جديد. بتقديرك الآن يعني هل من جديد
قدم في هذه المقترحات يمكن أن نتحدث عنه، يمكن أن يبنى عليه شيء في المستقبل؟ وهو مقترح كما تابعت يعني يشمل 3 مراحل، لافت أنه يتحدث عن عودة النازحين عبر مراحل دون ذكر عددهم، لأنه كان في السابق ذكروا عمرياً مسألة 2000 نازح. ما الذي تقرأ في هذا السياق؟ تحياتي لكم مجدداً ولإضافتكم الكريمة وللسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. أنا أعتقد أستاذ مروان كما أن المسألة في الميدان هي عض أصابع، كذلك هي على طاولة المفاوضات هي عض أصابع، والميدان هو الذي دائما ينعكس على طاولة المفاوضات. كما رأينا التقهقر القسري لجيش الاحتلال من مدن وبلدات قطاع غزة إلى ما يسمى بالمنطقة العازلة تحت الضربات المقاومة الفلسطينية وتحت النار، وليس مكرمة من الاحتلال، ولم يبقى في قطاع غزة إلا تلك المنطقة العازلة ومحور نتسريم الذي ما زال يتمسك به الاحتلال. هذا التراجع القسري تحت ضربات المقاومة فرض أيضا تراجعا قسريا على طاولة المفاوضات. لأننا إذا أردنا استعراض أستاذ مروان كل تلك المقترحات السابقة لوقف إطلاق النار، حتى بموضوع الهدنة الأولى والتفاوض وأعداد الأسرى وغيرها، لم تكن المصطلحات الموجودة اليوم بهذا المقترح موجودة في ذاك الزمن. وهذا سببه طبيعي بأن العدو بدأ يتلمس فشله في الميدان، خاصة كمين الزن الذي يعني عرض مؤخرا، كان يعني هذا المشهد، يعني هذا الكمين كان رائعا جدا ليقول بأن الجيش الصهيوني انسحب من خان يونس تحت ضربات المقاومة، كما انسحب من غزة مدينة غزة وغير شمال غزة من تحت ضربات المقاومة. كانت هذه العملية موثقة بالصوت والصورة لهذا الإذلال للجيش الصهيوني وخروجه إلى منطقة العازلة. لذلك أعتقد أن المقترحات وإن كان فيها الكثير من المراوغة والكثير من المناورة الصهيونية والأمريكية، وإلا أننا نلمس في داخلها سواء لناحية الأسرى وعدد الأسرى المقترح إفراج عنهم ونوعية الأسرى الذين سيفرج عنهم، وحتى موضوع العودة إلى شمال غزة كما ذكرتم، وموضوع المراحل وما يسمى بالوقف المستدام، هذا كله تراجع في الشروط الصهيونية مع إصرار المقاومة على ثوابتها. دائما كنا نتحدث ونقول بأن المقاومة لن ترضى بأي صفقة إلا بنودها تكون بين حدين. الحد الأول، لن تحقق هذه البنود أي هدف من أهداف نتنياهو، والحد الثاني، لن تعيق تحقيق أي هدف من أهداف طوفان الأقصى. رأينا هذه البنود صحيح أن هناك تراجع، ولكن المقاومة أيضا بمصادرها تقول بأنها ما زالت مستمرة في ثوابتها، وما زال المشهد سينعكس في الميدان على طاولة التفاوض. اليوم عندما كان يقترح الإسرائيلي المقترحات السابقة، كان الجيش الصهيوني أين؟ في داخل قطاع غزة وفي داخل بلدات قطاع غزة. صحيح. اليوم ما هي أوراق الضغط الصهيونية على المقاومة غير القتل والمجازر والتدمير؟ هل يوجد اليوم هناك تراجع؟ العالم كله شهد هذا التراجع القسري للجيش المحتل، وبالتالي أوراق الضغط على المقاومة لم تكن كما كانت في السابق، وكانت المقاومة متوسكة في ثوابتها. فكيف اليوم أن هذه الأوراق الضاغطة تراجعت عند الكيان الإسرائيلي، وبالتالي سنرى إصرار أكثر من المقاومة على الثوابت؟ تماما سيدة نيفين، وكنت قد لفتت إلى العامل الأمريكي ومدى جدية الضغط الأمريكي. بطبيعة الحال من المعروف من الثوابت مدى الدعم الأمريكي لهذا العدوان، بل هي شريكة أساسية به، ولكن اليوم يعني واشنطن عمليا، الإدارة الأمريكية، أمريكا بما تمثل من مؤسسات الدولة، بعيدا عن السياقات الانتخابية، بعيدا عن ماذا يريد بايدن، هي باتت في موقع الفضيحة العالمية. هذا ربما يجعل من واشنطن أن تغير نوعا ما في طبيعة سياساتها، في طبيعة ضغوطاتها أيضا على إسرائيل. كيف تقرأين هذه الجزئية سيدة نبيل؟ صحيح، يعني هذا التغيير هو لافت جدا. أولا يعني لا يمكن عزل هذا الموقف أيضا عن ما يحدث على المستوى الداخلي في ظل الانتخابات الأمريكية، ولكن أيضا باعتقادي كل ما يحدث على المستوى الساحة الدولية. نتحدث عن عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، وبالتالي هذا ينعكس أيضا على تعاطي أمريكا مع ما يحدث فعليا.
أضف إلى ذلك أيضاً أن بعد ما يقارب 7 شهور وإسرائيل لم تحقق أي إنجاز، يعني إسرائيل وعدت أمريكا في تحقيق أهداف أعلنت عنها بشكل جداً واضح، يعني أمريكا الآن منحرجة أمام هذا التراجع، أمام عدم إنجاز ما يمكن إنجازه، يعني لم تحقق أي شيء من الأهداف التي وضعتها في بداية هذا العدوان، وبالتالي يعني هي أيضا محرجة بفعل عدم استعادة مشروعها السياسي في المنطقة، يعني في ظل طوفان الأقصى أيضا أمريكا خسرت المنطقة على المستوى الإقليمي، يعني عندما نتحدث عن معادلة الأمن القومي أو يعني قوة الردع على المستوى الإسرائيلي نتحدث على مستوى مكانتها في المنطقة، وبالتالي هذا ينعكس أيضا على نفوذ أمريكا على مشروعها السياسي وعلى قوتها أمام محور المقاومة وأمام أيضا مشروعها، مشروع في مسار التطبيع أيضا، وبالتالي هي تحاول من خلال هذا العدوان استعادة سيطرتها، استعادة مشروعها السياسي، لم تفلح حتى الآن في ظل يعني ضعف إسرائيل. إسرائيل بدأت هذا العدوان وهي مهزومة بفعل طوفان الأقصى، وبالتالي بعد كل هذه الشهور هي محرجة في ظل يعني استمرار عدوانها الوحشي وفعل الإبادة والمجازر، ولا إنجازات عسكرية ولا إنجازات على المستوى الاستراتيجي السياسي أيضا، يعني إسرائيل فشلت أيضا سياسيا واستراتيجيا وليس فقط عسكريا أمام المقاومة، وبالتالي هذا ينعكس على نفوذ أمريكا في المنطقة وينعكس على الوعودات التي وعدت بها. أضف إلى ذلك أيضا كل موضوع الاستهداف الذي حصل مؤخرا حول القنصلية الإيرانية، إذا تحدثنا عن دمشق أو إذا تحدثنا فعليا على المستوى المحلي في غزة ما حدث في وكالات الإغاثة، وبالتالي هذا محرج، محرج لمكانتها، لكل قضية المساعدات الإنسانية التي تحاول أمريكا أن هذا هل يمكن أن يؤسس سيدة نيفين إلى، إذا أردنا نتحدث هذه معطيات مهمة، هل يمكن أن تؤسس إلى تغير دراماتيكي، دعينا نقول هل يمكن أن يكون هناك تغيرا ملموسا، أم ستستمر واشنطن وإسرائيل في سياسة المناورة، اللعب على الوقت، المراهنة على سياساتهم المتعلقة بالإبادة والحصار والتجويع والتهجير أو محاولات التهجير عمليا؟ نعم، يعني كما تحدثنا هي شريكة منذ اللحظة الأولى في هذا العدوان، ولكن اللافت في الأيام الأخيرة هنالك تراجع أو تغيير في الموقف لعدة أسباب، ولكن يعني نتيجة ذلك نراها بفعل الضغط على نتنياهو، ويعني كيف يمكن إنجاح ذلك. الآن باعتقادي هذا التغير أيضا ينعكس على مستوى الخطاب الإعلامي الإسرائيلي، يعني مؤخرا أيضا نسمع تحليلات عسكرية إسرائيلية تجمع على الإخفاق في تحقيق أهداف الحرب على غزة، وبالتالي أيضا هذا ينعكس على الرأي العام العالمي وينعكس على الموقف الأمريكي، يعني هنالك مسوغات جديدة لتحليلات عسكرية إسرائيلية تجمع على هذا الإخفاق، وهذا يعني مفارقة في الإعلام الإسرائيلي أن يتحدثوا بهذه بهذا الوضوح. يعني فعليا دخل العدوان الإسرائيلي وفعل الإبادة على قطاع غزة بشهر السابع، الآن أصبحت الصورة أوضح أيضا للإسرائيلي، يعني فعلها كإسرائيل بدأت عدوانها كما تحدثنا مهزومة بفعل هذا الهجوم، يعني حماس استخدمت فعل المباغتة على مواقع عسكرية في المنطقة الحدودية على غزة، على مستوطنات ما يسمى غلاف غزة التي من المفترض أن تكون محصنة وآمنة، خصوصا أن فعل الاستيطان في هذه المنطقة تحديدا هي جاءت أصلا من أجل إحكام السيطرة. وسأعود أتوقف عند هذه النقطة وسأعود إليك سيدة نيفين بكيف يتناول الداخل الإسرائيلي نتائج الميدان، خاصة أن هناك تصريح لوزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول أنه إسرائيل لا تريد البقاء في غزة. سأعود إليك لنناقش هذه النقاط أستاذ حسن. يعني أيضا وأنت تحدثت ولفت إلى مسألة كمين الجنة، الأداء الميداني اليوم المقاومة تتخذ أسلوب تكتيكي جديد، ربما أسلوب الكمائن بالإضافة إلى الأساليب السابقة المتعلقة يعني بالقتال من مسافة صفر واستهداف دبابات المركافة. اليوم هل بالفعل يمكن أن نقول بأنه مسار الميدان سينسحب على كل مسارات التحرك الإسرائيلي وحتى التحرك الأمريكي، وهذا سينعكس على طبيعة التفاوض يعني في نهاية المطاف، يعني هناك نتائج ستكون ملموسة على الأرض؟ أنا كنت من القائلين من 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 اللحظة الأولى بأنه لا يمكن التعويل على أي مبادرة
لأن الأهداف لهذه الحرب أستاذ مروان هي أهداف أمريكية بامتياز. وتحدثنا أن هذه أتت عندما كان بايدن في داخل فلسطين المحتلة، بأن قال أن نتنياهو بأننا اتفقنا مع الرئيس بايدن على تغيير المعادلات في المنطقة. وهذا كان تصريح لافت. إذن كانت الأهداف إسرائيلية وأمريكية بشكل متطابق، وما زالت متطابقة هذه الأهداف. ولكن ما الذي جرى؟ كنت أقول دائما أن الميدان هو الذي سينعكس على تطور المشهد في المقبل الأيام، وهذا الذي تحدثنا عنه عن موضوع المقترحات، وكيف أن هذه المقترحات يعني تخفض سقوفها رويدا رويدا من قبل الكيان الصهيوني مرغما على ذلك، ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الصهيوني أدرك بأنه كما قالوا أن بقاءنا في خان يونس، بقاءنا في غزة، بقاءنا في كل المناطق الفلسطينية لن يحقق المزيد من الأهداف، لا بل على العكس لن يحقق أي من الأهداف، لا بل على العكس بأن هذا الجيش سيغرق أكثر فأكثر في الوحل الغزي، وسيتعرض لكمائن كما شهدنا في كمين الزنة. هذه الكمائن تدل على ماذا؟ أن منظومة التحكم والسيطرة بعد 4 أشهر من القتال في داخل خان يونس ما زالت هذه المنظومة هي هي. نعم. وهذه تقرأ هناك فشل ميداني واضح. واضح. والفشل الآخر على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ مروان، أهم هزيمة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية عندما أتت إلى المنطقة بحاملات طائراتها هي أنها لم تحقق الهدف الذي أتت من أجله. ما هو الهدف الذي أتت من أجله؟ الردع والاستفراد بغزة. هذا الردع لم يتحقق، والاستفراد بغزة لم يتحقق، لا بل شهدنا وحدة ساحات متكاملة ما زالت إلى الآن. وأكثر من ذلك، تعرضت هيبة أمريكا العسكرية لي أيضا للكثير من الضعف والكثير من الوهن. يعني عندما نرى الصواريخ والمسيرات تصل إلى داخل إلى مقربة من الحاملات الطائرات، عندما نصل الصواريخ والمسيرات تصل إلى جنوب فلسطين المحتلة، طيب أين هي منظومات الردع والحماية للولايات المتحدة الأمريكية؟ وكانت تقول دائما أنني أنا الذي أشكل ضامن لهذا الكيان الصهيوني، وأيضا ضامن لكل شركائي في المنطقة. إذن أيضا الهزيمة لحقت بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال عدم تحقيق هدفها، ومن خلال عجز المنظومة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية على التعامل مع الأسلحة التي تستخدم اليوم في وحدة الساحات. وهذه نقطة جوهرية وأساسية. لذلك نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية مع استمرار الوقت لهذا العدوان ستتعرض إلى المزيد من الهزائم. لذلك نرى الضغط الأمريكي اليوم بأنها لا تريد منظومة القوة الأمريكية أن تتعرى أكثر فأكثر في المنطقة، بينما نتنياهو يصر على استمرار القتال لأنه يخوض هذه المعركة بطابع شخصي. فقط بملاحظة أستاذ مروان، هو عندما يصر على رفح، ماذا يعني عندما يصر على رفح؟ صحيح. عندما يدخل الجيش الصهيوني إلى رفح، فإذا أنجز لا سمح الله أنه قتل قياديا أو أنه حرر بعض الأسرى، النصر لمن؟ لنتنياهو، لأنه هو صاحب السلطة السياسية والقرار السياسي. أما إذا فشل الجيش الصهيوني وسيفشل في رفح كما فشل في باقي المناطق، فعلى من يقع الفشل؟ يقع الفشل على الجيش الصهيوني، أنك لم تستطع أن تحقق الأهداف. ونتحدث أيضا عن مسألة نتائج الميدان إسرائيليا مع سيدة نيفين. سيدة نيفين، يعني داخل إسرائيل ماذا يعني أن يكون هناك حديث عن إخفاقات في غزة، يتم تناول نتائج الميدان بهذا الشكل؟ وهذا بطبيعة الحال له دلالات سيدة نيفين أن يتم النقاش وأن يكون هناك حديث واضح عن إخفاقات في الميدان. صحيح، مظبوط. نلاحظ أن هنالك إجماع على حدوث إخفاق إسرائيلي كامل في تحقيق الأهداف التي وضعت في هذا العدوان. طبعا في مقدمة ذلك يأتي القضاء على حركة حماس، سلطتها، استعادة كل الأسرى الإسرائيليين. لذلك ما يمكن استخلاصه من هذه التحليلات وجهات النظر يعني للمحللين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، أولا أن الفشل في تحقيق أهداف العدوان حتى الآن، ولكن الأهم هو الأمر الثاني، أنه هذه الأهداف هي غير قابلة للتحقيق أيضا في الأفق المنظور في ظل قدرة حماس والمقاومة على الاشتباك حتى هذه اللحظات. وإذا ما أردنا يعني أن يعني نعكس صورة هذا الإجماع الإسرائيلي على ذلك، ممكن نستعرض ما يتحدث عنه المحللين العسكريين، مثلا ليمور على سبيل المثال، الذي تحدث أنه بعد مضي نصف عام على هذا العدوان
ضد قطاع غزة ينبغي على إسرائيل أن تفكر بمسار آخر، بمعنى هو يعترف بعدم إنجاز أي هدف من هذه الأهداف، وهو يضيف ويقول أنه ينبغي على إسرائيل أن تفكر بمسار آخر، يعني في إشارة إلى كل قضية التفاوض والقبول بشروط حماس طبعاً. بالإضافة يعني هنالك جانب مهم، أنه بالإضافة إلى الحصيلة التي تتراكم بفعل الحملة العسكرية، الحكومة الإسرائيلية أخفقت أيضاً في إدارة ما يوصف بأنه الجانب السياسي أو الاستراتيجي بالحرب. يعني إسرائيل شنت حربها غير المسبوقة، يعني في المرحلة الأولى كانت تحظى بتأييد عدد كبير من الدول الكبرى لهدفها الرئيسي وهو القضاء على سلطة حماس، وهذا انعكس أيضا في المواقف اللي أعلنتها الولايات المتحدة وأيضا عدة دول أوروبية مركزية يعني على الساحة الدولية، غير أنه بعد يعني انقضاء نصف عام على هذا الحرب، إسرائيل أصبحت الآن بعزلة تامة على مستوى المواقف الدولية، وبالتالي هذا ينعكس أيضا على الشرخ الحاصل على المستوى الإسرائيلي، فضلا على أنه أصبحت إسرائيل عرضة أكثر من أي وقت مضى على كل موجة المقاطعات والعقوبات والإجراءات القضائية ضد قياداتها وكبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، اللي متوقع طبعا أن تزداد أكثر يعني إذا استمر هذا العدوان. يعني وهذا ما يتحدث عنه بالمناسبة عدد كبير من المحللين، يعني سبب هذه المستجدات هو يعني على الصعيد العالمي أنه قيام الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بتحدي إدارة بايدن بالمناسبة، يعني واضح أنه نتنياهو ماخذ الموضوع شخصي، هنالك شخصنة في هذا العدوان، ويعتبر أنه إطالة أمد هذا العدوان هو من أجل إطالة حكمه السياسي أيضا، يعني وخصوصا إذا تحدثنا عن عدم استعداده لمناقشة موضوع اليوم التالي للحرب على غزة. يعني هنالك إخفاق إسرائيلي أيضا بعدم وضوح طرح مشروع اليوم التالي، سواء إذا كان مشروع سياسي واضح في التعاطي ما بعد هذا العدوان، وهنالك خلاف يعني في تحديد أولويات هذا العدوان وفي تحديد ماذا سيحدث لاحقا في اليوم التالي للحرب. طبعا واضح أن هنالك يعني لنتنياهو فكر متجذر يعني يستند بالأساس على إعادة بسط الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة و هنالك ضبابية في طرح هذا المشروع، واضح أن هنالك قرار بضبابية ذلك، يعني هذا نتاج قرار سياسي، ولكن هذا إخفاق بعدم إنجاز ما يمكن إنجازه حتى الآن ولا أفق في تحقيق ذلك، وبالمقابل هناك عدم تعاطي مع ما يسمى في اليوم الثالث من منطلق سياسي استراتيجي أيضا على المستوى الداخلي بما يتعلق في الحكومة الإسرائيلية أو الكابينات أو مجلس الحرب. ويعني أضف إلى ذلك أيضا أن كل قضية الضغط الذي يحدث من الصهيونية الدينية، يعني اليمين المتطرف هو يرفض تماما صحيح ما يحدث على مسار المفاوضات، وهناك هناك غضب بسبب الانسحاب من خان يونس عمليا من اليمين المتطرف، حتى أنه بن كفير هدد نتنياهو بأنه سيسقطه سياسيا إذا لم يتجه نحو رفح. صحيح، لأن الرؤية مختلفة، يعني بطبيعة الحال الصهيونية الدينية تبني نفسها وبرنامجها السياسي على تثبيت الاستيطان وعلى تعميق الاحتلال وعلى إحكام السيطرة على الأرض يعني في فلسطين التاريخية، وما يحدث فعليا في غزة لا يمكن عزله تماما عما حدث منذ النكبة حتى الآن، وبالتالي يعني عقائديا وعقيدة الصهيونية الدينية تبني نفسها وتستعيد دورها بالمناسبة على الخارطة الإسرائيلية السياسية تحديدا من خلال هذا العدوان. لذلك إذا تابعنا الاستطلاعات الرأي أيضا هي في تصاعد مستمر وهنالك التفاف يعني شعبي إسرائيلي حولها، هذا يضغط نتنياهو بفعل ما يحدث، لأن هنالك تضارب في يعني توجهات وفي تباين المواقف حول أولويات وتحديد أولويات هذا العدوان على غزة، وبالتالي هذا ينعكس أيضا على تعزيز دور هذه الحكومة، وبالتالي هنا يعني هذه الخلافات أو الخلاف الحاصل إسرائيليا يريد نتنياهو أيضا أن يصدره إلى الخارج، وأن يعني أحيانا هو يلقي ذلك على الجيش على المنظومة الأمنية وأحيانا على الاستخباراتية، وأحيانا هو يلجأ أيضا إلى توسيع رقعة الحرب على المستوى الإقليمي. لذلك ممكن أن يعني نفسر أيضا خروجه إلى استهداف القنصلية الإيرانية أيضا من هذا الباب،
لعدم إنجاز ما يعني ما وعد به تحديدا في غزة. نعم سيد شقير، يعني هناك محاولة لجر الإقليم، هذا كان واضحا منذ عمليا بدء العدوان وإلى وصولا إلى العدوان على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وهناك جبهات إسناد فاعلة ولها ثقلها في الميدان، كان جبهة الإسناد اللبنانية، جبهة الإسناد العراقية، وجبهة الإسناد اليمنية، وهناك الكثير من النتائج التي نتابعها دائما ونقرأها. اليوم الذي فشل في قطاع غزة، يعني نرى الخسائر يوميا، الكمين الذي ناقشناه قبل قليل خير مثال، كيف سيتجه إلى حرب إقليمية؟ وهذا السؤال عمليا، أو كيف سيصعد المشهد؟ سؤال مهم. اليوم ما الذي يريده نتنياهو؟ من بداية العدوان على قطاع غزة إلى يومنا هذا يريد جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستنقع الحرب، وهذا الذي لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية لأنها عاجزة عن خوض حروب من الجيل الثالث. نحن لا ننسى بأن قواعدها ومدمراتها وحاملات طائراتها هي ضمن أقليم وجغرافيات محور الممانعة، وهذه نقطة جوهرية. الولايات المتحدة الأمريكية من اليوم الأول أتت للردع، وليس لأن تكون مشتركة في هذه الحرب، لأنها لا تريد توسيع دائرة الصراع، هي فقط تريد الاستفراد، وفشلت في عملية الاستفراد. مع هذا الاستفراد الذي مع هذا التوجه الأمريكي، حاول الكيان الإسرائيلي على مدى 6 أشهر الماضية بتحقيق الأهداف وفشل. هذا الفشل ما الذي يدفع نتنياهو؟ يدفع نتنياهو إلى الهروب إلى الأمام. إلى أين ذهب؟ إلى تخطي خطوط حمراء كبيرة جدا. هذه الخطوط الحمراء تمثلت بماذا؟ بضرب القنصلية، الخرق للأعراف الدولية والقوانين الدولية وكل ذلك. عسى وعل أن يستجلب ذلك ردا، يعتقد نتنياهو بأنه سيكون ردا متهورا. هذا الرد المتهور سيجعل من الكيان الإسرائيلي يرد بشكل أقصى على هذا الموضوع، وبالتالي يتعرض الأمن القومي الإسرائيلي للاهتزاز من قبل كل الساحات، تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ترفع شعار ضامنة لأمن إسرائيل. لذلك أنا قلت عندما حدث الاعتداء على القنصلية الإيرانية، إذا كانت الرسالة من هذا العدوان تخطي الخطوط الجغرافية الحمراء فهذه وصلت، وإذا كان الانتقام من هؤلاء لأنهم لدورهم في التراكم الاستراتيجي على مدى هذه السنوات والعقود الماضية فهذه وصلت، ولكن الرسالة التي لن تصل أبدا، وهذه النقطة المهمة، مشروع القادة الذين استشهدوا في إنجاز التراكم الاستراتيجي وفي إبقاء وحدة الساحات وتجديرها أكثر فأكثر في الواقع العملي وفي بناء أحزمة النار، هذا المشروع سيستمر. لذلك عندما نتحدث عن الرد الإيراني، الرد الإيراني أؤكد لك أستاذ مروان هو سيكون من خلال إبقاء هذا المشروع وليس التأثير عليه، وطبيعة هذا الرد تحدده القيادة الإيرانية زمانا ومكانا. لذلك الكيان الإسرائيلي بهذا التجرؤ هو يريد فقط مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون معه في هذه المعركة، لأنه عجز كما تفضلت ضيفتكم الكريمة، عجز عن تحقيق أي هدف في الميدان الغزاوي، لذلك يهرب إلى لبنان ويهرب إلى، لاحظ أستاذ مروان هنا، المقاومة في لبنان عندما بدأ بتوسيع العدوان جغرافيا إلى البقاع وغيرها، المقاومة استخدمت استراتيجية لاجمة ذكية جدا، ما هي؟ تكثيف الهجمات على المواقع العسكرية الاستراتيجية للكيان الصهيوني، واستهدفت مواقع كبيرة ومؤثرة في الجولان السوري ومؤثرة جدا. صحيح. وعلى الرغم من كل ذلك فإن التهويل الذي يمارسه نتنياهو وغالنت هو تهويل يعني أكثر منه حقيقة، لأن ما زال الكيان والجيش الصهيوني منهك في داخل قطاع غزة، هناك الكثير من العنصر البشري الذي يحتاجه لأي معركة شاملة، وهناك نقطة حساسة وجوهرية جدا عندما قال له سماحة السيد سنخوض المعركة بلا قواعد وبلا ضوابط. طيب اليوم نريد أن نقرأ، إذا استعرضنا المشهد في داخل فلسطين المحتلة، الجنوب فلسطين المحتلة خال من المستوطنين، شمال فلسطين المحتلة خالية من المستوطنين، أين تكدس هؤلاء؟ هذه كلها عوامل في منطقة جوشدان، هذه كلها كوابح. صحيح. كوابح لدى الكيان الإسرائيلي، وهذه عوامل ضغط كبيرة. نعم. على المشهد التفاوض الإسرائيلي، لأنه لا يريد أن يحول منطقة جوشدان من منطقة نزوح من منطقة لجوء إلى منطقة نزوح، إلى أين سينزح هؤلاء؟ نعم سيدة نيفين، يعني وسأستغل معك الفرصة وأنت من الجليل،
منذ بدء العدوان ونحن نتابع يعني حراك الشارع العربي وحتى الشارع في فلسطين المحتلة في سيف القدس، كان هناك تفاعلا كبيرا يعني في مختلف المدن الفلسطينية، كانت هناك تظاهرات وكان هناك فعل شعبي نضالي بكل الوسائل المتاحة. اليوم كيف تقيمين دور الفعل الشعبي خاصة في القدس المحتلة وفي الداخل المحتل؟ يعني يبدو أنه هناك المتابع هناك إلى حد ما قصور في طبيعة التحرك، هذا يجب قراءته ويجب قراءة تطوره أيضا في المقبل من الأيام. نعم، أولا شكرا أستاذ مروان على هذا السؤال، يعني سؤال مهم جدا في ظل عدم تسليط الضوء على الداخل تحديدا. أولا ممكن في هذا السياق نتحدث عن محورين، الأول هو فعل إسرائيل الذي يعني ترتب بفعل التضييق والملاحقة على الأهل يعني في الداخل وفي القدس، والمحور الثاني هو تفعيل دور الداخل وفعليا ما يعيق ذلك على مستوى جماعي. أولا منذ اليوم الأول لعدوان على غزة تعاملت إسرائيل مع المواطن الفلسطيني على أنه عدو وأن هنالك ساحة حرب محتملة، وبدأت بتنفيذ سياسات التهديد والإخراس وترهيب تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل، كل ذلك من أجل منع الناس من الاحتجاج ضد هذا العدوان، بل حتى من التفكير يعني والتعبير عن مواقف معارضة لهذا العدوان ورافضة للقتل وللدمار. إسرائيل فعليا حاربت مشاعر الناس بالداخل، حاربت النوايا وأرادت قمع هذه المشاعر، يعني هي استغلت حالة الطوارئ التي فرضتها والصدمة الجماعية التي حدثت بفعل هذا العدوان من أجل طمس ومحو الهامش السياسي الذي استخدمه الفلسطينيون لممارسة أبسط الحقوق، يعني وبالتالي من أجل فرض حدود جديدة في معايير التعبير في معايير العمل السياسي، هنالك قوانين تجرم العمل السياسي الآن، وبالتالي أدوات الاحتجاج المتاحة هي لاحقت طلاب، لاحقت محاضرين في الجامعات، وتلاحقنا الآن لأننا نتحدث من خلالكم أيضا، وبالتالي هذا تضييق فعلي. ولكن صدقا الداخل يعني يعيش منذ 48 فعليا تبعات النكبة يعني حتى الآن، وبالتالي هي يعني سياسة الملاحقة والإخراس والتضييق هي تحصيل حاصل. ولكن على الجهة الأخرى، وهنا النقطة الأكثر أهمية بما يتعلق في جهود الداخل فقط للتاريخ، يعني مهم أن نشير أنه دور الداخل تاريخيا كان ملتحما تماما مع محطات سياسية مختلفة قادها شعبنا الفلسطيني وجزء من النضال الشعبي الفلسطيني العام، سواء إذا كان في الانتفاضة الأولى والثانية على وجه التحديد. ولكن واضح أن الأحزاب العربية بمعنى التنظيمات السياسية أخذت قراراً ضمنياً، دعني أقول، بعزل نفسها عن حدث الإبادة، وبالتالي هذا يعني تترجم أيضاً على تراجع الفعل السياسي الذي أصبح. لماذا يعني 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 هي تنأى بنفسها؟ هناك إبادة وهناك استراتيجية تجويع أيضاً في سياق استهداف المسألة الفلسطينية برمتها، هناك استهداف، أنت أشرت قبل قليل يعني إلى العقيدة الإسرائيلية يعني. نعم. من خلال أهدافها الأساسية هناك استهداف لجوهر الوجود الفلسطيني ككل، غزة نموذج، ولن يقتصر الموضوع بطبيعة الحال على قطاع غزة. صحيح، يعني هذا هو المأخذ والتاريخ سيكتب ذلك يعني، وبالتالي نقول أنه هذا القرار هو قرار ضمني ولكن هو ينعكس على الشارع أيضا، وبالتالي يعني تراجع الفعل السياسي الذي أصبح خجولا ولا يرتقي يعني بالحدث. والأهم في هذا السياق أنه نتحدث عما سبق 7 أكتوبر أستاذ مروان، يعني فعليا العمل السياسي في الداخل حصر نفسه في قواعد اللعبة السياسية الإسرائيلية، وبالتالي هذا أدى أيضا إلى تراجع الفعل النضالي العام وفعل التعبئة للناس، لأنه يعني في العقد الأخير السقف السياسي المهيمن هو سقف التأثير، سقف الاندماج ضمن اللعبة الإسرائيلية في الكنيسة تحديدا، بمعنى حصر العمل السياسي فقط من أجل تحسين ظروف الناس بمعنى الخدمات، وبالتالي تتراجع مكانة القضية الوطنية، قضية يعني مكانة القضية القومية أيضا وقضية الاحتلال على الأجندة السياسية، وبالتالي هذا ينعكس أيضا على وعي الناس وعلى أذهان الناس وازدياد اهتمام الناس بالقضايا اليومية المعيشية.
وعزل نفسها عن الهم الوطني العام. المقلق الآن هو تداعيات ذلك على الفعل السياسي. باعتقادي هنالك تخوف حقيقي من انزياح الخطاب عامة نحو الأسرلة، وبالتالي هذا سينعكس أيضا على مشروع أسرلة الناس من جديد والتعاطي مع الواقع من منظار إسرائيلي. يعني التنظيمات السياسية جميعا تتحمل مسؤولية هذا الإخفاق باعتقادي، وبالتالي سيكون لذلك تبعات أيضا على مستوى إعادة النظر في طرحها السياسي. يعني يحتاج الداخل فعليا إلى إعادة النظر في أدواته النضالية، وقد يكون انعدام وجود مشروع سياسي يعني قائم تقارع به إسرائيل هو ما أتاح كل ذلك على مستوى. والجميع يعني أيضا في هذه النقطة من الضروري الحديث، مختلف الشخصيات والقوى الفلسطينية دائما تتحدث عن ضرورة يعني أن تكون هناك قيادة فلسطينية موحدة، أن تكون هناك مرجعية وطنية فلسطينية لقيادة كل هذا المشهد. سيدة نيفين، أتوجه إليك أيضا. سيد شقير، ويعني نحن نتحدث عن سيناريوهات المرحلة المقبلة، أردنا الحديث أكثر أيضا يعني عن خيارات بنيامين نتنياهو، ما الذي تقرأه في سياق كل هذا المشهد؟ هناك انسحاب من خان يونس، هناك يعني بعض النقاط اللافتة في المشهد التفاوضي، هل يتجه نتنياهو باتجاه رفح للخروج من أزماته وفي سياق يعني الرؤية اليمينية المتطرفة والرؤية الإسرائيلية بشكل عام تجاه غزة، أم هناك تقديرات أخرى سيد شقير؟ أنا أعتقد أن نتنياهو يريد التوجه إلى رفح لأجل أن يخفف قليلا مما ينتظره في المستقبل من مسؤوليته حول الفشل الذي جرى في 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر. اليوم كلنا يعلم أستاذ مروان بأن هناك خلاف ما بين الطبقة السياسية وما بين القيادة العسكرية في مقطع غزة، ودائما ما كان يوبخ رئيس هيئة الأركان من قبل الطاقم السياسي لأجل أنهم يقولون أنه لا يستطيع تحقيق الأهداف. لذلك عندما يتحدث هؤلاء نتنياهو وهذه الطبقة السياسية هي لأجل ماذا؟ تتحدث بمكر وخبث، لأن هؤلاء عندما وصلوا إلى السلطة أستاذ مروان هؤلاء كانوا شرذمة، لم يكونوا لديهم نواب في الكنيسة الصهيوني. يعني استغلوا لحظة سياسية معينة، هذه اللحظة السياسية ليس فقط لن تعود إليهم، إنما سيحاسبوا على كل ما فعلوه في المرحلة الماضية، لأنهم هم المسؤولون عن الفشل الذي جرى في 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر. سيناريو دخول إلى رفح، أكرر وأشدد على هذا الموضوع، لأن نتنياهو يريد أن يحشر الجيش أكثر فأكثر، يريد هو وضع له أهدافا. يعني اليوم هناك تهكم في داخل الكيان الصهيوني من قبل كبار المحللين والاستراتيجيين. ما معنى النصر المطلق؟ عن ماذا تتحدث؟ لا يوجد شيء اسمه نصر مطلق. تريد القضاء على حماس؟ هل الدخول إلى رفح هو القضاء على حماس، أو الدخول إلى رفح هو استعادة الأسرى؟ ما أنت دخلت إلى كل المناطق ولم تستطع القضاء على حماس. وجدير بالذكر أنه أيضا يعني سرايا القدس لا زالت من شمال غزة تطلق الصواريخ والرشقات الصاروخية تطلق دائما، وخان يونس خير دليل أيضا على ذلك، وفي المنطقة الوسطى. لذلك أقول أن سياسة نتنياهو وسيناريو نتنياهو الذي يرسمه هو الإغال أكثر فأكثر في هذه المعركة. يريد أن يعمق الفشل لدى الجيش الصهيوني لكي يتخفف من الفشل الذي يطارده في المستقبل السياسي لديه. شكرا جزيلا لك ضيفي هنا الخبير الشؤون السياسية أستاذ حسن شقير، ضيفتي من الجليل أيضا الشكر لك الخبيرة بالشؤون السياسية سيدة نيفين أبو رحمون، أيضا ضيفي من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الذي رافقنا في بداية هذه التغطية سيد إبراهيم المدهون، ودائما الشكر أيضا لزميلنا الصحفي من رفح الذي دائما يوافينا بآخر تطورات الميدان في غزة الزميل علام الدين صباح. شكرا مشاهدينا على طيب المتابعة، في أمان الله.